بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الرواية عن سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تكن ولي الله في العلن أو في العلانية عدوا له في السر. لما أن نقف في شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومنطلقنا ويكون منطلقنا هذه الرواية، في الواقع هناك ثلاثة محاور نريد أن نقف عندها. أما بالنسبة إلى المحور الأول وهو التعريف بإمام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثانية أو المحور الثاني وهو مسألة عمر الإمام، سن الإمام. المحور الثالث وهو الوقوف على هذه الفقرة من كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة إلى المحور الأول وهو التعريف بالإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الجواد يعتبر تاسع أئمتنا وسادتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإمامته كانت بعد استشهاد أبيه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. من هو أبوه؟ من هي أمه؟ طبعا أبوه الإمام الرضا، أمه هي سبيكة النوبية، وسماها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بخيزران، وهي من أهل النوبة من قبيلة ماريا القبطية التي هي والدة إبراهيم ابن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا حتى لا نجحف أمهات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا نجحف تلك الأمهات المخلصات الطاهرات، وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بأن تكون هذه الأم يعني وعاء، أو هذه المرأة وعاء للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا تجاهلها في الواقع يمثل انتقاص لها بأبي وأمي، ويعني لا نعطيها حقها. ومن هنا لابد الوقوف حول تلك الشخصية. يقول يزيد ابن سليط أو سليط يتحدث عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكأنما هو في سفر وأشار إليه في هذه المنطقة بأنه يولد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول له: فإن قدرت أن تبلغها مني السلام فافعل. يعني كأنما الإمام الكاظم يبعث سلاماً لأم حفيده وهو الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويبلغها السلام قبل ولادتها وقبل أن تتعرف على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعاً هذا شيء يعني له إيحاءاته وله يعني مدلولاته، بأن إماماً معصوماً وهو الإمام الكاظم عليه السلام يبلغ أو يبلغ السلام بعناية، بحيث أنه يشير إلى بعض من أصحابه أو بعض من تعرف عليه أنه ماذا يوصل هذا السلام إلى هذه المرأة، وهذه في الواقع تمثل يعني لها موقعية. كيف ما كان يكفينا أنها كانت وعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، بطنها كان وعاء بحيث تكون أم للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه أم الإمام التي هي سبيكة أو خيزران كما يسميها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد الإمام، ومن هنا ننطلق إلى النقطة الثانية وهو عمر الإمام. الإمام ولد في السنة الخامسة أو المائة والخامسة والتسعين للهجرة طبعا، ومضى إلى سبيل ربه شهيدا مسموما في سنة المائتين والعشرين للهجرة. طبعا بناء على هذا يكون عمره الشريف شقد؟ 25 سنة، يعني في ريعان شبابه، يعني في قوته، في أوج قوته يمضي عن هذه الدنيا.
كيف ما كان نحن لا ننظر إلى العمر، ولكن ننظر إلى ما خلفه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وما أعطاه إلى هذه الأمة. نحن لسنا بهذا الصدد، وإنما نريد أن نقف على محور مهم. هذا المحور طبعا يتجسد في الإمام وليس مختصا بالإمام، وهو ماذا؟ عمر الإمام وقت إمامته. لأنه تعرفون بأن الإمامة متى تنتقل إليه الإمامة؟ حينما يمضي الإمام الذي قبله، يعني بمعنى آخر بعد مضي الإمام الكاظم جاء دور الإمام الرضا، بعد مضي الإمام الرضا يأتي دور الإمام الجواد، وهكذا دوالك. زين، عمر الإمام لما نقرأ التاريخ أن عمر الإمام يوم استشهاد أبيه له من العمر 7 سنوات، بعض الروايات تقول 6 سنوات. لاحظ، لأنه ولادة الإمام 195، استشهاد الإمام الرضا 202. طبعا عندنا بعض الروايات تقول بأنه 203 وبعض تقول 206، هذه 202. وبالتالي يعني وولادة الإمام الجواد 195، يعني 7 سنوات بالاصطلاح الآن الموجود العصري. لا زال هذا الطفل ماذا؟ المفروض مؤهل لأن يمضي إلى المدارس الابتدائية، يعني الصف الأول، بالكثير قل يمضي إلى الصف الثاني. كيف يقود الأمة؟ لاحظ، فإذا هنا وقف لنا في عمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نأتي إلى هذا المحور لابد أن نجعل هناك مقدمة. حاصل المقدمة إيش؟ أن الإمامية أو عفوا المدارس الكلامية الإسلامية المتنوعة طبعا وضعوا ضوابط للإمام والقيادة. يعني بعضهم قال افترض أنه مثلا الشورى أو كذا انتخاب إلى آخره، وفرضوا أيضا عمرا معينا أو سنا معينا يكون أكبر الصحابة إلى آخره. لكن لما نجي إلى مدرسة الإمامية، مدرسة أهل البيت، تقول لا، منظور الإمامة يختلف عن منظور غيرهم اطلاقا، يختلف عن منظور ماذا؟ غيرهم. كيف؟ لما نجي الى الإمامية يقولون ما يعني ما هو الإمام؟ ننظر الى قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا الجعل جعل إلهي، هذا ليس جعل الأمة، ليس من يعني ان الأمة تختار او لا تختار. نحن نختار في مؤسساتنا، نحن نختار افترض في دوائرنا، نحن نختار مثلا في حياتنا، اما بالنسبه الى المنصب الالهي هذا ليس بيدنا، وانما هو بيد من؟ السماء. ليس بيد النبي صلى الله عليه واله او بيد علي. الجليل جل وعلا يامر النبي صلى الله عليه واله بلغ ما انزل اليك من ربك. فهناك التبليغ من يعني من قبل النبي عن الله تبارك وتعالى بأن يكون الخليفة فلان، الإمام ماذا؟ فلان. فمن هنا يعني نأتي إلى العمر. العمر ليس له دخالة في هذا الجانب، زين، بمقدار ما نحتاج ماذا؟ إلى النص. لما إن نأتي إلى عمر الإمام شلون هذا؟ طبعا هذا ليس اصطلاحنا أنه يأخذ العلوم كسبية يكسبها من هنا أو هناك. بهذا يقول أحدهم لما أراد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يخرج من المدينة ويمضي إلى خراسان، فقال له قائل إن كان كون فإلى من؟ يعني تعبير كنائي، يعني إذا صار موت يعني إلى من؟ فقال إلى أبي جعفر ابني، يعني الجواد عليه السلام. الراوي يقول كأنما السائل استنقص سن الإمام. إحنا نقول يعني هذا يعني أكو بعض قسائم الوجه أو كذا تعبر عن استغراب، يعني الإمام هذا. فالتفت إليه الإمام قال إن الله بعث عيسى بن مريم في شريعة مبتدأة وكان في السن الذي هو أصغر من أبي جعفر، وآتيناه الحكمة صبية. هذا عيسى بن مريم وآتيناه الحكمة صبية، فأبو جعفر لا أقل 7 سنوات، فبالتالي يكون ماذا؟ 7 غير إذا كان طفل في المهد. فإذا عمر الإمام لا يمثل عائق. لماذا؟ لأن الإمام يأخذ علومه عن الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أنه أئمتنا منذ نعومة أظفارهم، الإمام الجواد لما أن أراد المأمون أن يزوجه ابنته أم الفاضل، فقال له العباسيون كيف تزوج طفلا؟ هذا خلي شوية يكبر كذا. زين، خوب، طبعا المأمون كان يعرف ماذا يعني
فضل الإمام الجواد أو فضل الإمام الجواد ويعرف علم الجواد ويعرف مكانته، قال لهم ما رأيكم أن تحاوروه، ما رأيكم أن تحاوروه؟ وبالفعل فاستحسنوا أمره، وجاء يحيى بن أكثم وهو كبيرهم وأخذ يناقش الإمام، وإذا بالإمام أسكت. القضية معروفة يذكرها حتى الفقهاء، لاحظ. على كل حال أريد وأن أستشهد بشاهد حي، وهو أستشهد بفعل علي بن جعفر، علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أخ للإمام الكاظم، عم للإمام الرضا، عم أبي الجواد، لاحظ، عاصر أربعة من الأئمة. علي بن جعفر كبير في السن، كان يحترم الإمام الجواد، وكان بعد مضي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس في صدر المجلس ويحدث الناس عن آبائه وعن جده وعن أخيه، وكان إذا وجد ذلك الطفل عند الباب ترجل، أو هذا وقف على قدميه، يقف علي بن جعفر بشيبته كبير، يقف ساكت حتى يأتي ذلك الطفل، وهو من؟ الإمام الجواد، يأتي وعلي بن جعفر واقف، يأتي إلى صدر المجلس، فيقول الإمام الجواد لعلي بن جعفر: اجلس يا عم، هذا الكبير، اجلس يا عم. فيقول له علي بن جعفر: كيف أجلس وأنت واقف، وأنت واقف؟ والناس يخاطبونه يقول له: أنت عم أبي، علي بن جعفر ابن الإمام صادق، عم الإمام الرضا، يعني عم أبي الجواد، كيف تصنع به وأنت عم أبي؟ المفروض بالعكس. يقول: فمسك بشيبته وقال: إذا كان الله لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى، ألا تريدون أن أصنع به كما صنعت؟ ثم يخاطب يقول: أنا له عبد. نتيجة ماذا؟ نتيجة علم الإمام، نتيجة على كل حال قرب الإمام من الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بإمام. على كل حال، المحور الثالث وهو الأخير، الرواية التي صدرنا بها هذه الجلسة، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا تكن ولي الله في العلن أو في العلانية وعدوا له في السر. وهذه يعني الإمام منهجية يعطينا أخلاقية، ألا نخادع أنفسنا، ألا نخادع الناس. نحن قد نخادع أنفسنا ونخادع الناس، لكن لا نخادع الله تبارك وتعالى. نجد أنفسنا ونبرز للناس بأنه ماذا؟ نحن حمامة مسجد، ونحن ما أذي قريبون من الله تبارك وتعالى، وربما أعفر جبهتي وأعفر كذا زين، وأظهر آثار الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، ولكن هذا ربما في المسجد والمأتم، ولكني عدو لله تبارك وتعالى، أخادع الناس، وأنا في السر لا أصنع كما أصنعه في الجهر، أقرأ القرآن أمام الآخرين، أصلي صلاة الليل أمام الآخرين، لكن لما أكون بيني وبين نفسي لا صلاة، لا قرآن، لا دعاء. الإمام يقول: لا نخادع الناس ولا نخادع أنفسنا، لأن الله لا يخدع، ما يمكن أن نخدع الله تبارك وتعالى. علاوة على ذلك لا نخدع أنفسنا، لا تكن لله أو لا تكن ولي الله في العلانية وعدوا له ماذا؟ في السر. فلنطهر أنفسنا ولنكن صريحين ماذا؟ أمام أنفسنا وأمام الآخرين وأمام الله تبارك وتعالى. أصلي صلاة الليل سواء كان مع المجتمع، مثلا مع مجتمعي، أو كنت في بوحدي، أدعو الله سبحانه وتعالى إذا كنت بوحدي أم كنت مع الناس، لا ماذا، لا أفرق في ذلك. هذا هو الإنسان ماذا السوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لخدمة الإمام وللاهتداء بهدى الإمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحشر في زمرة أئمتنا وسادتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. فاتحة أبواب الدمع عيني تدري بيا أفز وحس دنا طيفك تمطر جروحي العمر عيني من شعوري
صباح حلم ولا شوفك، فاتحة أبواب الدمع حزني، تدري بيا أفز وحس دنا طيفك، تمطر جروحي العمر عيني من شعوري صباح حلم ولا شوفك، اعتذر انا غارق في بحر من الذنوب، تمد لي جفاك وبعد همك، واعتذر تمد لي جفاك وبعد همك، خذلتك في هالعمر يا طفلي وجود، شكثر منك اعتذر ولذنبي اعود، دمعي نازل والله آسف، وادري عن قلبك يظل فاتح لي باب، مثل ابو ردلة ابن من بعد طول الغياب، حزني واضح يا ابو صالح، وبس اكون وياك احس حلوة الحياة، شلون اضل بعيد عن عينك ابات، حزني واضح يا ابو صالح، بس اكون وياك احس حلوة الحياة، شلون اظل بعيد عن عينك ابات، شلون اظل بعيد عن عينك ابات. غاب عنك الجواد، غاب باب المراد، يا عراق الأسى، غاب عنك الجواد،
يا عراق الأسى قد مضى عزك الجواد الزكي غاب عنك عزك الجواد الزكي غاب باب المراد غاب عنك الجواد غاب باب المراد يا عراق الأسى قد مضى قد مضى عزك الجواد الزكي قد مضى عزك الجواد الزكي غاب باب المراد غاب ما هو من طبعي أباعد أنا ابنك وانت والد الدمع بأجفاني قاعد وعيني تترقب حلم ما هو من طبعي أباعد أنا ابنك وانت والد الدمع بأجفاني قاعد وعيني تترقب حلم كنت ارتقب انا اتعنى هالسنه زاير لحضرتك بس خابت المنى كنت ارتقب انا أتعنى هالسنة زاير لحضرتك بس خابت المنى ما هو من طبعي أباعد أنا ابنك وانت والد الدمع بأجفاني قاعد وعيني تترقب حلم كنت ارتقب أنا أتعنى هالسنة زاير لحضرتك بس خابت المنى ذابلة بخدودي وردة واللي يطل بك ما ترد قلبي غيرك شنه عنده كل جرح بك يلتئم ذابلة بخدودي وردة واللي يطل بك ما ترد قلبي غيرك شنه عنده كل جرح بك يلتئم يا سيدي المدد يا الما خلف وعد
أخذتني هالشدات يا عوني والسند ذابيلة بخدودي وردة واللي يطلبك ما ترد قلبي غيرك شنه عندك الجرح بك يلتئم يا سيدي المدد يا الما خلف وعد آذتني هالشدات يا عوني والسند يا سيدي المدد يا الما خلف وعد آذتني هالشدات يا عوني والسند يا جواد أهل السما جرحي انت تفهمه عنا فرج سيدي وحق ضلعها فاطمة يا جواد أهل السما جرحي انت تفهم عنا فرج سيدي وحق ضلعها فاطمة يا سيدي في قلبي حاجة راد فراجة انت علاجة في كربة يا سيدي في قلبي حاجة راد فراجة انت علاجة في كربة يا صاحبي نفس الأبية تدري اللي بيا احضر إلي بهالغربة يا سيدي في قلبي حاجة راد فراجة انت علاجه في كربة يا صاحبي نفس الأبية تدري اللي بيا احضر إلي بهالغربة احضر إلي بهالغربة يا جواد أهل السما جرحي انت تفهمه عنا فرج سيدي وحق ضلعها فاطمة يا جواد أهل السما جرحي انت تفهم عنا فرج سيدي وحق ضلعها فاطمة يا سيدي في قلبي حاجة راد فراجة انت علاجة في كربة يا صاحبي نفس الأبية تدري اللي بيا احضر إلي بهالغربة 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 غاب عنك الجواب غاب باب المراد
هوى غاب باب المراد. يا عراق الأسى قد مضى قد مضى عزك الجواد الزكي غاب باب المراد. الدمع في كل جهات ساهر بليل وأحاتي من الحزن واخد صفاتي وحسبتي عكس الجمع. الدمع في كل جهاتي ساهر بليل وأحاتي من الحزن ماخذ صفاتي وحسبتي عكس الجمع. ما بين ظن وظن قاضيها بس حزن يا محرم الحسين حق خدمتك أحين. ما بين ظن وظن قاضيها بس حزن يا محرم الحسين حق خدمتك أحين. الدمع في كل جهاتي ساهر بليل وأحاتي من الحزن ماخذ صفاتي وحسبتي عكس الجمع. ما بين ظن وظن قاضيها بس حزن يا محرم الحسين حق خدمتك أحين. باقي كم ليل على عاشر غربة من دون الشعاير وينكسر للزهرة خاطر خفية بس أجري الدمع. لا راية لا علم ولا دمع للخدم وما ألطم الصدور للصدره انهشم. باقي كم ليل على عاشر غربة من دون الشعاير وينكسر للزهرة خاطر خفية بس أجري الدمع. لا راية لا علم ولا دمع للخدم وما ألطم الصدور
للصدراهين هشام عمري كلك يا ربالة خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكله عمري كله كربلا خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكله في خدمته اقدس عباده تلهم اراده فوز وسعاده الي ما اقدر عد عنا مرة وانا بلا ذكرى هدين يا مرة علي في خدمته اقدس عبادة تلهم ارادة فوز وسعادة إلي ما أقدر أبعد عنا مرة وأنا بلا ذكرى هالدنيا مرة علي هالدنيا مرة علي عمري كله كربلا خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكلة عمري كله كربلا خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكلة في خدمته اقدس عبادة تلهم ارادة فوز وسعادة إلي ما أقدر أبعد عنا مرة وأنا بلا ذكرى هالدنيا مرة علي في خدمته أقدس عبادة تلهم إرادة فوز وسعادة إلي ما أقدر أبعد عنا مرة وأنا بلا ذكرى هالدنيا مرة علي هالدنيا مرة علي خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكلة عمري كله كربلا خدمتي حسين وهلا عن عزاه لو ابتعد بيا اشعر مشكله